كل يوم ملايين المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه يستفيدون من خدمات عمومية أساسية في حياتهم: الأمن والأمان، التنقل، التمدرس، الاستشفاء، الشغل، السكن، الخدمات الإدارية، التقاضي، الرياضة، الترفيه، الحماية الاجتماعية وغير ذلك من حقوق طبيعية ومنصوص عليها. في وقت الشدة من حقهم إجراءات فوق العادة من أجل صحتهم، شغلهم، دراسة أولادهم والاطمئنان على حاضرهم ومستقبلهم. وإذا كانت لهم احتياجات أو طلبات خاصة من حقهم أن يطالبوا بها الجهات المعنية كي تعطيهم حقوقهم. المغرب دولة المؤسسات والحق والقانون، وتدبير الشأن العام يحتاج إلى تعاون الجميع وإلى ثقة متبادلة ومتجددة، وهكذا الذي لا يتوفر الآن يصبح موجوداً مستقبلاً. في أقل من 5 سنوات نفذت الحكومة أو تقدمت كثيراً في برامجها وأكملت أوراشاً وطنية كانت مفتوحة وأطلقت أوراشاً جديدة. وبفضل تعبئة الجميع وكل المؤسسات الوطنية بما فيها الهيئات المنتخبة وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، الكل ساهم في مواجهة الجائحة. في الميدان الاجتماعي نجحت الحكومة في تعميم التعليم الأولي بنسبة 72% والتعليم الابتدائي بنسبة 100% والتعليم الإعدادي بنسبة 94% وفي توسيع التعليم العالي ليصل إلى 42%. وسنوياً 400,000 طالب ولأول مرة ضمنهم متدربو التكوين المهني يستفيدون من المنحة، ومليونين وأربعمائة ألف تلميذ يستفيدون من برنامج تيسير لدعم التمدرس. الحماية الاجتماعية توسعت لتشمل 10% من المغاربة كانوا محرومين منها، منهم الطلبة والعمال المستقلين غير الأجراء. وبدأت الحكومة في تنزيل المشروع الملكي القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية في أفق 2025، كما ارتفع الدعم الموجه للطبقات المعوزة ولذوي الاحتياجات الخاصة في إطار صندوق الدعم الاجتماعي، وتم توسيع دعم الأرامل والمطلقات والمعوزات ليصل العدد ل 111,000 مستفيدة و 188,000 طفل. في العالم القروي شرعت الحكومة في تنزيل البرنامج الخاص بتنميته والذي يستهدف 24,000 دوار بخمسين مليار درهم كميزانية إجمالية، وتحقق بفضل ذلك الكثير لتحسين ظروف عيش الملايين من المواطنين مع تسجيل معدل الربط بالماء الشروب بنسبة 97.8 وبالكهرباء بنسبة 99.8 وبالمسالك الطرقية بنسبة 85%. وتحسنت القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين بفضل الزيادة في الأجور وفي التعويضات العائلية التي تضمنها اتفاق الحوار الاجتماعي، كما أن متوسط أجرة الموظف انتقلت من 6500 درهم لأكثر من 8100 درهم في أقل من 10 سنين، وارتفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم، وتمت الزيادة في المنح. كل هذا مع الحفاظ على نسبة تضخم أقل من 1% والاستمرار في دعم المواد الأساسية. في الميدان الاقتصادي اعتمدت الحكومة أول برنامج وطني للنهوض بالتشغيل أسهم في خفض معدل البطالة بنقطة ما بين 2017 وبداية 2020 مع تجنب ارتفاعه كثيرا بعد الجائحة، كما اتسع برنامج المقاول الذاتي ليشمل أكثر من 320,000 منخرط بدل 100,000 التي كانت مبرمجة. ولأول مرة بالمغرب تم تنظيم مباريات موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة حول 650 منصباً بالوظيفة العمومية لضمان ولوجهم لها بطريقة متكافئة. وبفضل جهود التصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة استطاعت المقاولة أن تحافظ على 71% من مناصب الشغل المهددة، كما تم إعطاء دعم لأكثر من 5 مليون أسرة. من جهة أخرى أسهم دعم الاستثمار والمقاولات في تحقيق التقدم في مؤشر ريادة الأعمال. المغرب يقترب من 50 الأوائل عالمياً ويصبح 3 إفريقياً. كما ارتفعت وتيرة إحداث المقاولات وانخفضت نسبة إفلاسها،
حتى خلال سنة الجائحة 2020 وتحسنت آجال الأداء إلى أقل من 40 يوماً. تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بدأت تظهر نتائجه في حينه سنة 2020 مع تقلص آجال دراسة الملفات من 120 يوم سنة 2019 إلى 20 يوماً سنة 2020. قصص نجاح كثيرة أخرى في عدة قطاعات كالصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة، منها إحداث أكثر من 560 ألف منصب شغل في الصناعة، وتصنيف المغرب أول إفريقياً في صناعة السيارات، وتطور القطاع السياحي إلى حدود ما قبل الجائحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في التغذية والمنتوجات الفلاحية خلال الحجر الصحي، وصمود القطاعات الإنتاجية بل وتحول بعضها خلال الجائحة، وتسريع التحول الرقمي، وبلوغ نسبة الطاقات المتجددة 37% في إنتاج الكهرباء، والاستمرار في إنشاء بنيات تحتية مهيكلة كالقطار فائق السرعة والسدود الكبرى والطرق السريعة بين تيزنيت والداخلة وبين تازة والحسيمة نموذجا، والموانئ مثل الناظور غرب المتوسط والداخلة وآسفي. الحكامة والإصلاحات الكبرى: إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية بما في ذلك رفع إجبارية المصادقة على النسخ ومنع الإدارات من طلب أكثر من نسخة، وإلزام الإدارة بالرد خلال أجل 60 يوماً كحد أقصى، واعتبار سكوتها موافقة، وإحداث بوابة إدارة بوهيما تضم أكثر من 2300 مسطرة إدارية لا يحق للإدارة أن تطلب غيرها، ولتقريب الإدارة أكثر من المواطن وتيسير اتخاذ القرار على المستوى المحلي، اعتمدت الحكومة ميثاق لا تمركز الإداري الذي طال انتظاره من قبل. ورش التحول الرقمي عرف تطوير وتوسيع الخدمات عن بعد من خلال بوابات عديدة، منها رخص بوهيما وشكايات بوهيما وشفافية بوهيما. ولتقوية النزاهة بدأ تنزيل أول استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مما أسهم في تحسين تنقيط المغرب في مؤشر إدراك الفساد، لينتقل من النقطة 37 سنة 2016 إلى 40 سنة 2020، كما تمت تقوية استقلالية القضاء والرفع من البنيات المخصصة للتقاضي. هذه الإنجازات وغيرها تسير في الاتجاه الصحيح، ومن حق المواطنات والمواطنين أن يتعرفوا على ما تحقق وأن يستفيدوا منه، كما أن من حقهم تلبية كافة احتياجاتهم المشروعة وأن يحققوا تطلعاتهم. والجميع من واجبه العمل لمغرب أفضل ينعم به المواطنات والمواطنون كافة.